زار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الليلة الماضية قوة واجب صباح بالمنطقة الشمالية، وقد أقيمت مأدبة إفطار على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يشاركه أبنائه العسكريين، وبعدها وجه معاليه كلمة إلى أبنائه الضباط والأفراد نقل فيها تحية وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهم الله في هذا الشهر الكريم، وتقدير القيادة السياسية وفخرها بهم على ما يقومون به من جهود وتضحيات من أجل حماية هذا الوطن المعطاء والذود عن ترابه. ورافق الشيخ ناصر الصباح الأحمد الصباح بزيارته رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبد الله نواف الصباح وأمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح، كما حضر زيارة عدد من كبار القادة أو قادة الجيش.